بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. القلب يعشق كل جميل، ما أجملك يا أهلي. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في الحلقة 992 من ملك وكتابة، لقاء الاثنين المهندس عدلي بيبدأها بالأغنية الرائعة القلب يعشق كل جميل. مؤكد ومفيش أجمل من نادي الأهلي عشان تجتمع حوله القلوب وتعشقه. ما في يوم بل يكاد يكون ما في ساعة إلا هناك سبب من أسباب الزهو والفخر والسعادة يقدمه لك النادي الأهلي، سواء في شكل قرارات، في شكل إنجازات رياضية كروية، في شكل إنجازات إنشائية، في شكل إنجازات اجتماعية وريادة، في شكل تأثيره والصدى الذي يحدث له خارج حدود الوطن إلى الآفاق الإقليمية والدولية. دائما هناك سبب من أسباب الفخر باستمرار، ولا يخلو الأمر من صغائر لبعض الصغار، والمشكلة أنها بتتجاوز الحدود المرة دي ومتكررة، وأنت هتناقش هذا. ولكن الأهلي الذي كان دائما في قلب الحدث وأحيانا كثيرة صانع للحدث، بعد أن أشاع الدفء والسعادة والإثارة بالفوز بالسوبر المصري في العين في الإمارات الشقيقة، هو اليوم مع رفيقه الزمالك في ديربي من أشهر الديربيات على مستوى العالم في أرض الأحداث الكروية الكبرى في الرياض، عشان ينشروا السحر وانقلوا هذا الديربي الذي يحظى، أنا بزعم أنه أحد الديربيات الكبرى على مستوى العالم، صحيح، من حجم المتابعة والاهتمام. فعشان برضو يكون ينتقل من هنا إلى هناك بين الأشقاء، يلقى الترحيب ويشيع البهجة والروح الرياضية أينما حل. ده كلام مهم جدا واستهلالية أيضا مهمة لحلقة، هذه أبرز عناوينها. الأهلي والزمالك نهائي تاريخي، الأول ب 12 وحلم ال 12، إلى متى الرجم لأعرق وأقدم الدوريات؟ لكن بالتأكيد جبر الخواطر على الله. ده محتوى حلقة النهاردة، لكن كل سنة وانتم طيبين. مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، النادي الأهلي مجلس الإدارة بيحتفل اليوم مع أعضاء النادي في الشيخ زايد بافتتاح المسجد الجديد. المسجد الجديد اللي لسه من فترة قريبة جدا كان بدأ العمل فيه، ولو تفتكروا هنا حتى من خلال ملك وكتابة كان وقتها الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي تحدث عن القرار اللي اتخذ بانشاء مسجد في الحته دي، واحنا قلنا ساعتها انه ده حظ المهندس عادل، لانه تقريبا يا جماعه بيعدي الحيط يكون في الجامع كده، البيت جنب الجامع، هو ساكن في وش الجامع الناحيه الثانيه، فما عندوش اي عذر ما يصليش القيام السنه دي. كل سنه وانت طيب. الحمد لله، وانت مش محتاج تعمل لي جامع جنب بيت عشان اصلي القيام. يعني المهم، انما جامع جميل جدا، شكله جميل جدا، جاء في توقيت جميل جدا أن يفتتح، وأنت يعني تستقبل شهر رمضان المعظم. بجد من أجمل الأخبار، لسه بقول لك صانع الحدث والبهجة والزهو، يعني من الأحداث الإنشائية الرائعة الجميلة. شوف الجمال بتاع الجامع عامل إزاي. يعني كل التهنئة لأعضاء النادي الأهلي بالشيخ زايد، وأيضا لمجلس الإدارة الذي يعني كل يوم يأتي ترجمة لمجهود هذا المجلس في جانب من الجوانب تباعا، يعني
انت وانت بتتاهب تسافر للسعوديه، لسه فايز بالسوبر المصري من قريب، وهتسافر السعوديه عشان نهائي الكاس في الرياض، ولكن برضه بتقدم يعني تهنئه رمضان الى اعضاء الاهلي وتحديدا بفرع الشيخ زايد في افتتاح هذا الجامع الوقور الجميل اللي يشيع الراحة والبهجة في قلوب من يدخله. المجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب افتتح هذا المسجد في الشيخ زايد بعد الانتهاء من كافة التشطيبات واستكمال الفرش والتجهيزات وفقا لأفضل الخامات، ليكون المسجد في أبهى صورة وجاهزا لاستقبال أعضاء النادي اعتبارا من اليوم، وطبعا قبل وقت كافي من حلول الشهر العظيم المعظم كل سنة وحضراتكم طيبين. قبل أذان المغرب توجه أعضاء مجلس الإدارة لافتتاح المسجد وأداء الصلاة في جماعة. حرص الكابتن محمود الخطيب على تفقد الأعمال الإنشائية لحمام السباحة الجديد في فرع الشيخ زايد المنطقة المحيطة به، ووجه بضرورة الانتهاء من كافة المشروعات في المواعيد المحددة لخدمة أعضاء النادي. المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة قدم شرح موافي لما يتضمنه المسجد اللي بيعد الأكبر بين جميع المساجد في فروع النادي، يعني كده أعضاء الشيخ زايد المسجد الأكبر بين فروع النادي المختلفة، وقيم على مساحة 4000 متر مربع بيسع 1030 مصلي، وبيضم مصلى خاصا للسيدات ملحقا به دورات المياه للوضوء وتندات أيضا للمصلين خارج المسجد في منطقة لجلوس الأعضاء. قام المجلس عقب صلاة المغرب بالتقاط صور تذكارية أمام المسجد برفقة أسرة المرحوم الوزير العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة تغمده الله بواسع رحمته، وكان حاضر كمان الحاج جمال الجرحي عضو النادي الكبير، وتم دعوتهم لحضور افتتاح المسجد. الحقيقة كان النهاردة يوم مهم جدا بجانب افتتاح هذا المسجد الكبير في فرع الأهلي في الشيخ زايد، كان هناك اجتماع مهم أيضا لمجلس إدارة النادي فيه عدد من القرارات المهمة ولا ينبئك قدر خبير. الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، مساء الخير يا دكتور، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم، ومساء الخير مهندس عدلي، وكل سنة وحضراتكم طيبين وكل الشعب المصري طيب وجماهير النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي بخير وبصحة وسعادة يا رب. كل سنة وأنت طيب يا دكتور، وأهلا بك دائما تنبئنا بكل جميل من الأحداث واللحظات الأخيرة. عايزين نسمع، كان النهارده في اجتماع اسفر عنه مجموعه من القرارات، احكي لنا بقى ايه اللي حصل. يعني في الحقيقه النهارده كان واحد من الايام السعيده في حياه عائله الاهلي الكبيره في الحقيقه، ويمكن زي ما حضراتكم تفضلتوا كان في مشهد النهارده اكثر من رائع ومشهد جميل، هو افتتاح مسجد فرع الشيخ زايد في الحقيقه، وهذا المسجد هو الأكبر على الإطلاق ما بين كل المساجد اللي موجودة في فروع النادي الأهلي، سواء كان في الجزيرة أو في مدينة نصر أو أيضا في التجمع الخامس، وده بيعكس حاجة مهمة. يعني الافتتاح النهاردة بيعكس حاجة جميلة وحاجة يجب أن نتوقف عليها، وهي قيمة من قيم النادي الأهلي، وهي المصداقية. المصداقية في الحقيقة والإخلاص في العمل، ده الرسالة اللي كان النادي الأهلي النهاردة حريص أن يوجهها لكل جموع اعضاء النادي الاهلي وبصفه خاصه الشيخ زايد. يعني ايه المصداقيه؟ احنا مصداقيه الوعود اللي بيعد بيها مجلس اداره النادي الاهلي اعضاءه، ان كان في وعود بتقول ان احنا لازم نفتتح المسجد قبل شهر رمضان المبارك نظرا لخصوصيه هذا الشهر الكريم لدى كل جموع المصريين بشكل عام، وايضا اعضاء النادي الاهلي بشكل خاص، لان ده بيبقى فيه مشاعر ومناسك خاصه بشهر رمضان المبارك وهي صلاه التراويح. وبالتالي يمكن حتى احنا كنا بنلاحظ الفتره الاخيره التواجد المستمر للكابتن محمود الخطيب بصوره دوريه في الشيخ زايد، حتى يستطيع ان احنا فعلا ناتي بوعودنا بان زي ما احنا وقعدنا اعضاء الشيخ زايد ان شاء الله هتكون صلاه التراويح لشهر رمضان المبارك السنه دي في هذا المسجد الجديد اللي بيسع اكثر من 1030 مصلي، وبالتالي ده يعني اعتقد بيعكس قيم جزء من قيم النادي الاهلي في مصداقيه وعود مجلس الاداره لاعضائه. وبالتالي ده انعكس على ايضا اجتماع مجلس الاداره
النهارده كان مجلس الاداره في الحقيقه كان عنده مجموعه من الموضوعات اللي هي ايضا بتمس جموع اعضاء النادي الاهلي في كل المقرات والفروع. وفي الحقيقه النهارده مجلس الاداره اخذ قرار اعتقد سوف يسجله التاريخ باحرف من نور، قرار بان في 18 مشروع انشائي وتطويري سوف يتم الانتهاء منهم قبل العام المالي 30/6/25. 18 مشروع تطويري وانشائي، وخليني لو حضراتكم سمحتوا لي من اللي اديتوني المساحه نعرضهم بشكل كبير، ودول بيشملوا الاربع فروع والمقر الرئيسي للنادي الاهلي. على مستوى الفرع اللي احنا كنا موجودين فيه النهارده الشيخ زايد، عشان نتنقل على بقيه الفروع، النهارده هو كان نصيب الاسد من المشروعات اللي موجوده كانت في الشيخ زايد. واحد مشروع تطوير استكمال تطوير سور النادي الاهلي اللي موجود على شارع النزهه حتى البوابه الرئيسيه، واللي بيتقدمه ايضا نسر الاهلي الذهبي عشان الاستمرار في توحيد هويه النادي الاهلي. ده واحد من المشروعات اللي النهارده المجلس الحمد لله اقرها واعتمد لها المقررات الماليه الخاصه بها. المشروع رقم 2 هو استكمال المبنى الاجتماعي الجديد لفرع الشيخ زايد. 3 الجيم، 4 حمام السباحه الجديد ايضا واللي بيه جيم ايضا اخر، 5 عمليات الربط الكامل ما بين كل مناطق النادي واماكن جديده اللي هي جلوس الاعضاء. ده برضو واحد من المشروعات اللي احنا يعني حريصين ان احنا ننفذها. ثم دينا بدي بس امثله كده، ثم انتقلنا على المقر الرئيسي برضو كان له نصيب كبير من عدد المشروعات اللي موجوده، تطوير ارضيه صاله الامير عبد الله الفيصل، ايضا وحده التكييفات المركزيه للصاله صاله الشهداء، ايضا البوابه بتاعه المعلمين ايضا استكمال تطويرها وان يكون بها نسر الاهلي الذهبي لتوحيد هويه كل بوابات النادي الاهلي بالشكل اللي موجود في مدينه نصر واللي ايضا اصبح موجود في القاهره الجديده. ده كان برضو واحد من المشروعات الرئيسيه. خليني كمان ارجع معلش تاني للشيخ زايد، المبنى خاص بغرف خلع الملابس للفرق الرياضيه والاعضاء، وايضا مبنى اداري، ده كان برضو واحد من المشروعات اللي هتتم ان شاء الله في الشيخ زايد. ايضا المقر الرئيسي، تغيير جميع الارضيات الملاعب الخاصه بالملاعب متعدده الاغراض والسله واليد اللي هي موجوده لخدمه الاعضاء والفرق الرياضيه والاكاديميات الرياضيه في مقر الجزيره، وايضا دراسه تطوير المبنى الاجتماعي التاريخي الخاص بالنادي الاهلي في مقر الجزيره. عندنا كمان في مدينه نصر في ايضا مجموعه من المشروعات، اهمها هو اناره استكمال مشروع اناره الملعب قطاع الناشئين رقم 4 واستكمال تطوير مدرج قطاع الناشئين في مدينه نصر. اما القاهره الجديده وهو الفرع الاحدث على الاطلاق كان لديه ايضا مشروعات ضخم، مشروع ضخم وهو انشاء حمام السباحه والجيم. 18 مشروع موجودين بميزانيه تاريخيه تم تخصيصها لهذه المشروعات ال 18. وفي الحقيقه ده بيعكس حاجه مهمه جدا، ان النادي الاهلي النهارده في قراراته حدد خارطه طريق واضحه ان الموعد المحدد للانتهاء من هذه المشروعات وتوفير الميزانيات الماليه او المخصصات الماليه ليها هينتهي في 30/6/25 مع العام المالي 25، وبالتالي في جدول زمني في الحقيقه. والجدول الزمني ده احنا عندنا استشعار ان احنا نقدر يعني نلتزم به امام اعضائنا في كل مقراتنا، وبيأكد ده وبيعكس ده افتتاح المجلس في الموعد المحدد وقبل بدايه شهر رمضان، وايضا التطورات الكبيره اللي بتحصل في حمام السباحه اللي موجود في الشيخ زايد. ويمكن كابتن محمود ومجلس الاداره الموقر كانوا حريصين ان هم يتوجهوا لمتابعه التطورات المتسارعه، يعني اعلى من معدلات الجدول الزمني اللي استعرضه المستشار الهندسي للنادي الاهلي المهندس سامح علي كامل. احنا النهارده بدانا نسبق هذا الجدول الزمني في مشروع حمام السباحه، وبالتالي كان في توجيه من مجلس الاداره بالبدء فورا بصوره متوازيه في كل المشروعات التطويريه 18 اللي احنا المجلس الموقر النهارده كان حريص ان هو يعملها. وكمان في حاجتين مهمين جدا تموا
في هذه المشروعات ان في مجموعه من الدراسات كلفت بها الادارات التنفيذيه في النادي الاهلي ان تعمل دراستين مهمين جدا، وهو دراسه اسعار العضويه الحاليه حتى نستطيع ان نفي في المتطلبات الماليه الضخمه الكبيره اللي احنا بنقدر نوفرها عشان نلتزم بالبنيه التحتيه، وكمان تحديد عدد الاعضاء المقبولين للاستمتاع بهذه الخدمات عشان نقدر نوفر هذه البنيه التحتيه لعدد محدود من الاعضاء حتى يستمتعوا خلال الفتره القادمه ان شاء الله بكل التطورات اللي بتتم على الارض الواقع. ال 18 مشروع يمكن كان قبلهم مجموعه من المشروعات افتتحت في الفتره الماضيه، لما نيجي نبص ان ملاعب الاكاديميه، ملاعب البادل تنس، البوابه اللي هي موجوده على شارع النزهه والتطوير اللي تم بيها، اماكن انتظار السيارات الجديده، كل دي اضافه ل 18 مشروع. فاعتقد ان النادي الاهلي بيشهد طفره تاريخيه في البنيه التحتيه لم تحدث في تاريخ الانديه المصريه من قبل. اعتقد انا بقول بارقام بحاجات حضراتكم، يمكن انا سمعت استاذ ابراهيم وهو بيتكلم عن المساحه بتاعت المسجد 4000 متر، حاجه في الحقيقه تدعو كل اهلاوي للفخر بهذا النادي العريق وبادارته وبجمعيته العموميه وباعضائه وبجماهيره. عندنا كمان قرار النهارده كان قرار مهم، اعتقد عندنا حدث مهم ان شاء الله، مباراه في النادي الاهلي مع نادي الزمالك في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه. النهارده مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود تم تكليف الاستاذ محمد الضماطي برئاسه البعثه المسافره ان شاء الله يوم الاربعاء اللي هتتوجه من مطار القاهره في تمام الساعه 10 الى المملكه العربيه السعوديه لمباراه نهائي كاس مصر ان شاء الله امام فريق نادي الزمالك يوم الجمعه 8 مارس. ده كان برضو واحد من القرارات اللي اخذها مجلس الاداره. تمام يا دكتور سعد. في حاجة تانية من ضمن القرارات يا دكتور؟ أعتقد يعني 18 مشروع ده حاجة يعني هناخد أكتر من كده إيه في الجلسة يعني. لا 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 ده هل مخصص لهم رقم مالي معين؟ أنت قلت تم اعتماد رقم مالي معين لل 18 مشروع، هل معلن الرقم؟ الرقم تم تحديده بالفعل، بس خلينا يعني ايه يعني زي ما بيقولوا يعني ان احنا نبقى مستعدين ان شاء ده الله. داري على شمعتك تقيل. كابتن عدلي خد مني المثل عشان دايما هو اللي بيجيب اللي بيداري دي. هو اللي بيداري فيعني ان شاء الله باذن الله تم كل الاجراءات الماليه تم دراستها بشكل يعني اكثر من دقيق يعني، وتوفير مصادرها كلها بالكامل زي ما احنا متعودين دايما من اداره النادي الاهلي عندما سعد سوف تفي، وعندما يقول مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود أن هذه الدورة هي دورة زايد، هي دورة زايد بالفعل، وكل يوم في تطوير مستمر في الشير زايد. فأعتقد أن ده بيعكس مصداقية النادي الأهلي ومصداقية عهوده ووعوده. تمام يا دكتور، شيء رائع جدا، كل سنة حضرتك طيب ومزيد من التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وأعتقد طفرة إنشائية كبيرة جدا غير مسبوقة، 18 مشروع دفعة واحدة. عايز أعلق بس على مجموعة نقاط كده. أيوه. لماذا هذا المسجد بهذا الحجم وهو الأكبر؟ أيوه. لأن الشيخ زايد أنت لما بتشتغل يا أستاذ إبراهيم بتشتغل للمستقبل مش للنهاردة. أيوه. النظرة المستقبلية دايما بتفرض نفسها على إدارة النادي الأهلي بحيث إن ما يجيش يقول محتاجين نعمل كذا. فانت عندك 127 فدان، انت ما استغليت 40% من المساحه. ايوه. انت متوقع حتى بالجزء المخصص للاستاد والاسواق واللي هو 35 فدان برضه هيبقى مساحه ضخمه جدا ضعف اي فرع اخر. فانت متوقع حجم العضويه هيبقى عامل ازاي، فانت بتستبق الاحداث. عشان كده بيبقى عندك حمام واثنين وبتعمل التالت بالشكل الجميل ده اللي برضه يستوعب ويستشرف المستقبل. من هنا انا بقول ان يا جماعه اللي بيتكلموا هو الاهلي بيقول كل يوم وتاني مليارات والميزانيه، لا، والاهلي محتاج ضعف هذه الميزانيه عشان ينجز ما يتمناه للنادي الاهلي. لان هو ما بيعملش ودائع وثبتها. دي مقوله يعني انا اذكر في بدايه الكابتن صالح في التسعينات
لما امين الصندوق بيقول له عملنا وديعة ب 35 مليون، قال له يبقى احنا في شغل ما تمش. طالما ان عندك فلوس احنا ورانا حاجة ولا في حاجة محتاجينها في النادي ما اتعملتش، فسكت. قال له اشتغلوا بالفلوس دي، فلوس دي فلوس جاية عشان نطور بيها. ايوه. الى ان تصل للحظة تبقى الفلوس دي بتشكل فوائد تعمل ابجريد بقى في اللي انت عايزه. أو تنمية وتطوير في اللي أنت عايزه. لكن مؤكد إن توفير المادة نجح فيه مجلس الإدارة أيضا بامتياز. بامتياز، لأنه بيخلق زي ما بيقولوا إيه، باقات جديدة، وبيخلق أوعية جديدة لضخ الأموال. أنت عارف سور النادي الأهلي ده مش خبر، سور النادي الأهلي في الشيخ زايد أنت بتحط رافد إعلاني جديد يضاف يعظم المال بهذه المساحة الكبرى، حتى لو مش هيستغل النهارده بكامل طاقته هتيجي عليه لحظه مورد مع مع استكمال النادي هتبص تلاقي مش عارف تلاحق على المعلنين على هذا السور. ايوه. انت بتبص باستمرار انك تعمل البيئه الاعلاميه والاعلانيه اللي باستمرار تضخ باقات جديده عشان تعمل لك فلوس. انا ببارك، لسه بقول لك الاهلي يعشق كل الاهلي يعني كل يوم بيقدم لك حاجه تخليك تقول يا سلام عليك يا اهلي، وبيقدم النموذج للي عايز يتاسى ويشتغل، ما يقعدش يعني يتكلم في حاجات لا جدوى منها. واحنا عايزين نتجاوز كلنا مرحله تليح الكلام، وكلنا مرحله التحفيل، كل واحد يتبع دي ويشتغل ويوفر ما يحتاجه مستقبل ناديه، هتلاقي الدنيا حلوه جدا، وكل ده لصالح مصر باذن الله. اللحظه اللي احنا عايشينها يا استاذ ابراهيم، الاهلي يتسق مع فلسفته في انه يلتصق باهداف دولته، يبقى جزء فاعل منها في كل ما يتخذه من قرارات. هي دي العين التي ينظر بها النادي الاهلي الى حتى في تنميه مشروعاته، وينظر الى التصاقه مع الدوله، حتى في توجهاته الرياضية وفلسفة الممارسات هو يتسق مع أهداف الدولة. نتمنى للأهلي مزيد من النجاح، وكل الشكر لكل أصحاب الجهد الوفير في هذا الأمر. وطبعا بتبتدي بمجلس الإدارة ورئيسه الكابتن الخطيب، اللي واضح أن عندهم رؤية، ورؤية مستمرة، وعنده أدوات مساعدة من أجهزة تنفيذية بسم الله ما شاء الله عليها، سواء المستشار الهندسي، المدير التنفيذي، كل الناس اللي بتشتغل في النادي. لا هي يعني بتتفانى بتتفانى وتثبت انها كانت عند حسن التوقع وعظم. مبروك لاعضاء النادي في الشيخ زايد، ومبروك لاعضاء النادي في بقيه الفروع هذه الطفره الجديده اللي وعد بيها مجلس الاداره، او اللي زي ما الدكتور سعد اكد مصداقية مجلس الإدارة هي في الوفاء التام بالأجندة الزمنية للمهام اللي بيدخل فيها عشان ينفذها لخدمة الأعضاء. لما بقول خدمة الأعضاء 15 شهر، لما بقول خدمة الأعضاء هي دي خدمة الجمهور. على فكرة المسألة مش منفصلة، نادي قوي في موارده يعني نادي قوي في الفرق الرياضية بتاعته. أنا لما يكون عندي القدرة المالية اللي أنا أقدر أطور بيها الفرق الرياضية في استخدام مدربين، في استخدام لاعبين، في رعاية فرق على أفضل مستوى، في تجهيز فرق للبطولات، هو ده اللي بيكفل للنجاح اللي بيعود في الآخر بالسعادة والبهجة على جماهير الأهلي، حتى على مستوى تنمية المواقع الجغرافية. يعني الأهلي في مدينة نصر عمل طفرة إنشائية حواليه، عمل طفرة خدمية خدمت كل مدينة منطقة. نصر طبعا النهاردة لما عمل الجراشات ساهم في حل الأزمة المرورية في المنطقة. هو جزء مهم جدا من وكذلك في التجمع، وكذلك في الشيخ زايد هو ينمي المنطقة اللي حواليه. كل الناس دلوقتي بتتصارع تنهي مشاريعها، الشركات اللي هي تحيط بالنادي، على أن الإقبال على شراء وحداتهم جنب النادي فاق التوقع. النهاردة أنت في الشيخ زايد ما يفعله النادي الأهلي من تطوير مسمع جدا في تنمية المشروعات في الشيخ زايد. النهاردة لما تشوف الشوارع والمحلات والإضاءات تقول إيه ده، كل ده هيستوعب ناس منين
وتجد باستمرار كل المشروعات كاملة العدد. الأهلي ينمي أي مكان هو فيه، ويعني بإذن الله مزيد من النجاح والأفرع عبر ما يغطي أرجاء الوطن، ربوع الوطن إن شاء الله. هو الأهلي مش على التطوير والتنمية في كل مكان. المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي للنادي في تقرير معه عن افتتاح مسجد الأهلي في الشيخ زايد، ومنه إلى فاصل، وبعد الفاصل نتواصل. منورين طبعا في فرع نادي الأهلي في الشيخ زايد. مشروع المسجد بصراحة من أحب المشروعات لقلبي وللنادي، لأنه بيت ربنا طبعا زي ما أنت حضرتك عارفين. هو المشروع ده كمان جميل زي ما أنت كده حضرتك شايف، هي منطقة كبيرة، هي مش مجرد مسجد، هي مسجد بمنطقة ملحقة بيه للناس تصلي خارج المسجد، بمنطقة جلوس أعضاء رابطة مع النادي. كل دوت بيحدد ملامح الفترة الجاية بقى. إحنا رايحين الفترة الجاية نربط المرحلة الأولى بالمرحلة الثانية. كانت البداية المسجد والمنطقة المحيطة بيه هي اللي تبدأ تربط مع المرحلة الجاية إن شاء الله. هو مشروع جميل، وكان يعني من المشاريع الجميله بالنسبه لي ان هو طلع بسيط وغني في نفس الوقت، وانا سعيد جدا بان انا كنت احد افراد الناس اللي ساهموا في بناء المسجد. هو نفس روح مسجد الخارجيه بالظبط، الاضافه جايه فيه هي المنطقه اللي خارج المسجد، منطقه اكبر بكتير، منطقه المغطاه بالتينت اكبر، عشان المساحه هنا عندنا كان في عندنا حورين نشتغل شايف مساحه. كابتن محمود طبعا مش عايز اقول لك احنا بقالنا فتره يعني ايه شبه يومي كده جاي صبح ظهر بالليل، ايه الاخبار عملتوا ايه؟ هي الفترة الأخرانية كانت فترة تركيز جامد قوي، عشان احنا كان في هدف لمجلس الإدارة ان يفتح قبل رمضان، شهر رمضان، وربنا كرمنا الحمد لله قدرنا نفتح قبل رمضان. الكابتن بيدقق في كل التفاصيل اول باول، حتى الزرع، الزرعة دي هتعمل ايه؟ طب دي هتفتح ايه؟ طب دي هتظهر ازاي؟ كل التفاصيل من اول ابسط حاجة لقد اكتر حاجة هو متابع معايا، وبصراحة هو مدينا دعم قوي جدا. خلي بالك وجوده، وجود اعضاء مجلس الإدارة بيدي دعم للناس اللي شغالة، حاسة ان نفسي في ناس مهتمية بيهم، وفي ناس بتتابع تفاصيل شغلهم، ده بيؤدي النجاح. يعني احنا النجاح مش فرد، هي مجموعه متكامله. فالكابتن محمود ومجلس الاداره وجميع الاداره التنفيذيه والاداره الفنيه توصلك النتيجه اللي شفتها النهارده. دي مش نتيجه شخص واحد ولا لا خالص، ودي ميزه النادي الاهلي بصراحه. انا كل مره باكد معاك يا فاروق ان النادي الاهلي هي منظومه ومؤسسه بتدرس، بدليل انت بتعمل كل انجازاتك، عمال تفتح مشاريع في ظل ضيقه كورونا، بتفتح مشاريع، ازمه اقتصاديه، بتفتح مشاريع. ده ما يجيش من كده، لا جاي من دراسه، وفي ناس بتديك دعم انك تنجح. فدي اكتر حاجه مخلي الواحد مبسوط وسعيد، شغله انت فرحان دلوقتي لما الاقي الناس اللي هم مش اعضاء في النادي ويلاقوا الصور دي على السوشيال ميديا ولا قناه الاهلي، نادي منظم، نادي بيخطط خطه انشاءات بيشتغل عليها، مش مجرد حاجه عشوائيه النهارده جامع، لا 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 لا، احنا عندنا مشاريع هتعرفوها طبعا مع قناه مجلس الاداره، مشاريع عملاقه لحد اخر الدوره دي، هي موضوع متكامل. فطبعا الاعضاء لازم هتيجي تشارك، عندك منظومه ناجحه في نتائج على ارض واقع مش كلام. انا ما بقولش انا هعمل كذا، لا، انت بتيجي تسجله معانا في نص المشروع ثلاث ارباع المشروع، بعد كده نيجي نفتح. كل الكلام ده بيبين قدام العضو، فبيديك مصداقيه ان الناس تيجي تشارك عندك، وكل يوم انت عندك جديد وعندك الاحدث، انت بتشتغلش على حاجه قديمه. يعني احنا مثلا ضهرنا صاله الجمباز على احدث مستوى، مجمع الاسكواش نفس الكلام، فانت شغال على احدث حاجه، مش مدي فرصه ان حد ايه يفكر اشترك ولا ما اشتركش، لا ده انا اجي اشترك. وكمان النادي الاهلي كمان فهي مجموعه حاجات مكتمله، الانشاءات بتساعد طبعا في ان العضو جاي هيلاقي خدمه ليه ولاولاده ولاولاده بعد كده، فلازم يجي يشترك بعد المنظر ده. بعد حد طبعا والاهلي طول عمره كده على فكره، مش النهارده بس، طبعا الدورتين دول كانوا تقال شايف الانشاءات، يعني كان فيهم لا تقال في حجم الشغل بصراحه، كان حجم شغل كبير قوي. يعني احنا 6 سنين دلوقتي، لا شغل كتير قوي قوي، احنا ما بنلحقش. يعني احنا النهارده احنا خلاص هنخلص النهارده، بكره هنتكلم في، هتعرفوا التفاصيل طبعا من قرارات المجلس في اللي جاي، هنفتح ايه اللي جاي، طب عندنا نعمل ايه، طب عايزين فلوس قد ايه. اول حاجه زي ما قلت لك في بدايه الحديث معاك ان المساحه دي هي اكبر مساحه مسجد في افريقيا كلها، يعني عدد المصلين اللي هيصلوا ان شاء الله باذن الله في المسجد والساحه اللي بره والجزء المتغطي بالتند 1030 مصلي ما بين رجالي وحريم، وده مش موجود في اي فرع، حتى فرع التجمع الخامس هو الجامع، هو الجامع، لكن الجزء الخارجي اللي بره مش كبير. هنا الجزء الخارجي اللي بره مدينا مساحه ان احنا نصلي في مساحه، ساحه وفي تند سواء كانت للرجال او للسيدات، تند متحركه بتنور حاجه على احدث مستوى، اتمنى تصوروها بعد ما تخلصوا معايا. فالمكان ده لا مكان يعني يليق باعضاء الشيخ زايد، ان هم مساحه كبيره والاعضاءنا كتير. اللي جاي في حاجه طبعا، في قرار قديم انتوا سجلتوا حمام السباحه ان شاء الله، حمام السباحه شغالين فيه الحمد لله، الحمد لله بقوه جدا، هيبقى حمام السباحه ومنطقه الاكوا،
ودي برضو زي ما عملنا في التجمع الخامس ولقت يعني قبول غير طبيعي من الاعضاء هناك، فهنعمل الاقوى هنا وفي اقوى تاني للكبار في منطقه بقى الربط اللي ورانا اللي هي ربط مرحله الايه الاولى بالثانيه، هي فيها منطقه جلوس اعضاء ومنطقه الاقوى ومنافس خدميه، ده الجزء الجديد اللي جاي بس تفاصيله وكل قراراته هتسمعوها من قرار مجلس الاداره النهارده مفروض او الجلسه اللي جايه. الفتره الجايه فيها ايه؟ فيها حجم شغل طبعا كبير جدا، يعني اعضاء النادي يستحقوا هذا الكلام بجد، هم الناس بصراحه الاعضاء كلهم على الافرع كلها هم حتى لامسين إيه انتوا هتعملوا ايه وبدي بيجي لك ايه هتفتحوا امتى، في مشاركه ما عادش موضوع عضو جاي يقعد ويمشي، لا ده جاي يشارك معاك. انا زي كان امبارح كله جاي الدنيا نورت جايين يخشوا سمعوا الاذان بيأذن ايه ده هنصلي، في مشاركه من الاعضاء ودي حاجه بتسعدنا كلنا بصراحه. بص انا فرد من ضمن مجموعه افراد من اول الشخص البسيط لحد اعضاء مجلس اداره، احنا مجموعه متكامله كلنا بنجتهد وفي الاخر تطلع نتيجه مشرفه الحمد لله. خلي بالك خلاص مشروع خلص زي ما قلت لك زي حتى الكابتن خلص نقفل يلا بينا على اللي جاي، ربنا يكرمكم اتمنى نسجل معاكم كتير عشان نفتح مشاريع كتير وربنا يوفقكم ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم، اهلا بحضراتكم من جديد، وما تخافش على الاهلي ما دام الاهلي يلتزم بهذا الخط من المصداقيه والالتزام التام بكل تعهداته لاعضاء النادي ولجماهيره، تعهد كان دايما للجمهور ان يبقى جمهور الاهلي دائما في قمة السعادة والزهو والفخر بناديه، وأعتقد ما يتحقق على الأرض من بطولات وإنجازات وانتصارات للفرق الرياضية للأهلي في مختلف الألعاب فعلا مدعاه لفخر الأهلوية جميعا في كل مكان، وما يتحقق على أرض النادي في الفروع المختلفة مدعاه لسعادة وفخر أعضاء النادي. لكن يبقى حدث الأسبوع الأهلي والزمالك نهائي تاريخي، الأهلي والزمالك نهائي تاريخي الثامنة مساء الجمعة إن شاء الله في استاد الأول بارك بمدينة الرياض السعودية، نهائي كأس مصر في نسخة جديدة لأول مرة خارج الديار. قبل كده كان السوبر بيروح كأس مصر. أنا هقول لسه يا أستاذ إبراهيم. قول. قبل كده السوبر راح. أول مرة كأس مصر يخرج، لأن كأس مصر من تقاليده انه من في اللائحه النهائي في استاد القاهره. لغايه لما ولكن التطور والظرف اقتضى ان يرافق الدربيات الكبرى في ارض استضافه الدربيات الكبرى على مستوى العالم. ده في حد ذاته تقدير للكره المصريه، وفي حد ذاته بيشاور على ان لو ان هذا الدوري والديربي مش بهذه الاهميه ما كان يعني الناس هتحاول تستضيفه، ولكن ما يحدث من استعدادات وبتبقى الاخبار اللي بتجي لنا ان الاستعدادات بجد فاقت التوقع، هناك الكثير من التجديد والتحديث على الملعب الذي سيستضيف الحدث. الجاليه بتاعتنا في المملكه السعوديه جاليه كبيره جدا، جاليه مصريه، والجاليه الاهلاويه انا احتكاكي كله بالجاليه جاليه الاهلي وتحديدا في الرياض. رابطه نشطه جدا ملتصقه باحداث النادي، بتسافر وراه في اي مكان، يعني لما كان في جده بيلاعب الاتحاد اتحاد جده كان وراه، لما كانوا في الكويت كان وراه، لما كانوا في الامارات اكثر من مكان كان وراه، هم ومرتبطين مع الروابط في الخليج. فأتوقع الإقبال على هذه المباراة هيكون إقبال كبير. يسافر النادي الأهلي يوم الأربعاء بإذن الله إن شاء الله صباح الأربعاء، ويعني الناس هتقول الله طب ليه ما سافرش بدري، يمكن سياسة الكورة إنها ما تطولش في المعسكرات عشان معسكراتنا كتير واللعيبة يعني ما تشعرش بالضغوط والإرهاق والملل. فطبعا نتمنى أن نعود بانتصار يستحق النادي الأهلي يعني طبقا لما يقدمه المستويات. ولكن تعرف يا أستاذ إبراهيم بطولات المباراة الواحدة أنا رأيي فيها إيه؟ كل شيء وارد، أنت تاخد بالأسباب وتؤدي ما عليك وتفرح جماهيرك بأداء ممتع والباقي توفيق الله سبحانه وتعالى. طيب المباراة الجمعة الساعة 8 بتوقيت القاهرة
9 بتوقيت السعودية. الأهلي والزمالك دي المرة الـ 34 في كأس مصر. لعب الأهلي والزمالك قبل كده 33 مباراة، الأهلي فاز 16 مرة، اتعادلوا 11 مرة. واتعادلوا فاز الزمالك 11 مرة، قصدي الأهلي فاز 16 والزمالك فاز 11 وتعادلوا 6 مرات. أعيدت المباريات باستثناء مباراة 58 في النهائي، اقتسم الفريقان الكاس كل فريق 6 شهور. 58 من أغرب النهائيات، اتعادل ماتش 3 مرات. أيوه. ودايما ينتهي بالتعادل، التعادل التعادل، فما لهوش حل غير إن يعملوا كل فرقة تاخد 6 شهور وقرعة من يستلم الأول. طيب في ال 33 مباراة في الكاس قلت لكم الاهلي فاز 16 والزمالك فاز 11. الاهلي سجل في شباك الزمالك في ال 33 مباراه 58 هدف، واستقبل من الزمالك 48 هدف. التعادل زي ما قلت لكم كان 6 مرات. ده بالنسبه لكاس مصر يا جماعه، يعني ده النهائي ال 34 لكاس مصر بين الاهلي والزمالك. لكن الحقيقه عامه بقى باعتباره ان ده من اقوى الديربيات واكثرها شعبيه وجماهيريه على مستوى العالم. على فكره ديربي الاهلي والزمالك مصنف بين الديربيات الكبرى على مستوى العالم من حيث الناحيه الجماهيريه والشعبيه والاقبال عليها، بالاضافه طبعا للزاويه التاريخيه. تقريبا 1917 بدات لقاءات الفريقين، فما عندكش كلاسيكو في المنطقه كلها او في القاره عنده هذا العمق التاريخي وعنده هذه الاستمراريه في الناحيه الشعبيه والجماهيريه حتى اليوم. حتى انه مثلا المملكه العربيه السعوديه الشقيقه وهي بتحتفل بموسم الرياض شافت انه مناسب جدا لاحداث هذا الزخم الجماهيري والشعب الكبير لاحتفالاتها ومهرجانها انه يتضمن لقاء الاهلي والزمالك. شأن وشأن الديربيات العالمية الكبرى اللي بتستضيفها الرياض في الفترات الأخيرة، يعني يستضيفوا الكلاسيكو الأسباني، الإيطالي، السوبر الإيطالي، وأحداث عالمية كبيرة تستضيفها السعودية، تضع الأهلي والزمالك في نفس المصاف مع هذه المناسبات الرياضية الكروية العالمية الكبيرة. فأنا أعتقد هذه شعبية يستحقها الأهلي والزمالك، وهذه احتفائية تستحق أن تكون لأول مرة في تاريخ البطولة. كأس مصر كان باستمرار لغاية 2014، اللائحة بتنص على وجوب إقامتها في استاد القاهرة لطبيعتها الخاصة. ف 2014 لما تعذر اللاعب في الاستاد اتغيرت اللائحة وسمح بنقلها، مرة تروح الجونة، مرة تروح برج العرب، إلى أن كانت المرة دي تطلع بره مصر خالص ضمن بروتوكول عملته الشركة الراعية لاتحاد الكرة مع القائمين على موسم الرياض، بحيث انه يتم لاول مره في الاحتفال ب 100 سنه كوره مصريه و 100 سنه كاس مصر انها تقام هذه المره في الرياض. اتمنى ان يعني تكون المباراه على مستوى الناديين الكبار، على مستوى يعني يشرف الكوره المصريه ويكون عنده حسن الظن، الاقبال الجماهيري المتوقع يكون بالسلوكيات التي نتمناها جميعا. والحقيقة يعني هي زي ما انت قلت نقلة بتخلينا نشوف الحدث ده في وسط يعني دوري. النهاردة الكرة السعودية بتستقطب الأحداث الكبرى على مستوى العالم والنجوم الكبار على مستوى العالم، الكرة المصرية لها مكان من خلال هذا اللقاء في هذه الأحداث. طيب الأهلي والزمالك حدوتة، حدوتة مصرية تاريخية عربية أفريقية كبيرة. الأهلي والزمالك لعبوا يا جماعة في كافة البطولات والمناسبات اللي اتقابلوا فيها 233 مباراة. متخيلين الرقم؟ 233 مباراة جمعت الأهلي بالزمالك. في ال 233 الأهلي فاز 102 والزمالك فاز 53، يعني تقريبا 102 الاهلي 53 الزمالك، يعني يقترب الاهلي من ضعف مرات فوز الزمالك. وتعادلوا 78 مره.
في ال 233 مباراه الاهلي زار شباك الزمالك 353 مره، واستقبل الاهلي من الزمالك 243 هدف، يعني في فرق بين الاهلي والزمالك 110 اهداف. ده الارقام الخاصه بلقاءات الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك على ارض السعوديه، يمكن الاخوه في السعوديه عندهم تقدير كبير لهذه المباراه. غرم العمري ومحمد الشيخ يتحدثان في ام بي سي اكشن عن استضافه الرياض للقاء الاهلي والزمالك. زي ما قلت لكم، ناس لما نزلوا التذاكر بتاعه الاهلي والزمالك على السيستم في دقائق قليله خلصت، ما يعني لدرجه ان في جماهير كتيره كانت مستنياها تقريبا ما خدتش بالها ان هي نزلت، لانه احتاجت دقائق قليله عشان تنفذ تماما. انا قلت لك الجاليه المصريه هناك متعطشه وكبيره جدا يعني، وايضا مؤكد في قطاع كبير من جماهير الزمالك موجود هناك. ايوه، فالمباراة هتشهد إقبال، هتشهد إقبال. نشوف الأشقاء شايفين المباراة إزاي. أول شيء أبو بدر، أنا أهلاوي. أنا أهلاوي مصري، أهلاوي سعودي، إن شاء الله الأهلي يكسب، مع الاحترام الكامل للزمالك وجماهير الزمالك. أبو بدر، ترى ما يعني لا تقل أنك تجيب الأهلي والزمالك وتلعب فيهم كأول بطولة رسمية خارج أرض مصر، ترى لا تقل عن استقبال برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد والأندية العالمية والأندية الإيطالية. الكرة المصرية لها متابعينا في العالم العربي، في الخليج العربي، في مصر. الأهلي والزمالك ناديين كبير، لما تقام على أرض المملكة نجاح. معالي المستشار تركي آل الشيخ، بكل أمانة يا أبو بدر، من فترة لفترة جالس يقدم لنا شيء مميز وعمل مميز. نحن نشوف الأخوان المصريين في عرب المملكة العربية السعودية، ولكن يا أبو بدر قفل أبو ناصر، قال لكن ما يحضر، يعني حتكون مغلقة على المصريين. والله نتمنى كل يعني هو عشان الملعب يشيل 25 مناسبة مهمة، ملعب الأول بارك يشيل 25، أكيد فيكم بيكون 2000 تذكرة دعوات للسعوديين، بس الغالبيه مباراة ما تفوت يا ابو بدر. ايه بس بتروح معي مدرج؟ والله مباراة ما تفوت صراحة، الاهلي والزمالك لا تفوت، انا مع الاهلي ان شاء الله. طب خلاص، انا حضرته برا الملعب. خلاص خليك برا الملعب اجل. محمد الشيخ، حدث حيكون تاريخي، اذا احنا ننتظر حدث ما فوق التاريخي. الامر الثاني، الحدث بكل ذاته تاريخي، يعني حتى اختيار الحدث هو تاريخي. تتكلم عن النسخة الفاصلة ما بين 9 للزمالك و9 للأهلي على أرض الرياض، 1. 2، تتكلم عن هذه النسخة هي النسخة 103، يعني قرن 3 سنوات منذ انطلاق كأس مصر لكرة القدم، نسخة تفوق كأس العالم في تاريخها، قرن 3 سنوات. أضف إلى ذلك أول نسخة لكأس مصر خارج مصر. أمر رابع، هذه الحفاوة اللي شفناها من كبار الإعلام المصري واللاعبين التاريخيين المصريين والمسؤولين المصريين، الكل ينتظر نسخة مختلفة على مر التاريخ لكأس مصر. الكلام اللي اتقال بيعكس المعنى اللي قلناه، الاحترام الشديد لهذا الديربي، يعني أقدم من كأس العالم. تاريخ اللقاءات الفريقين أقدم من كأس العالم. من كأس العالم صحيح، مش ضروري الكأس دي بالتحديد، لكن اللقاءات الكروية اللي بين الناديين. كأس لا، هي حتى كأس مصر هو ابتدى بداية العشرينات، ودي سنة 30. أيوة. كأس مصر أقدم من كأس العالم، الدوري هو اللي اتغير. فأول نهائي كان 27-28 فعلا، وأنا اللي اتغير هو الدوري، شكل الدوري. إذا هذا تقدير كامل جدا. الكلمة بتاعت العمري يعني بيقول لك أنا أهلاوي، وقد إيه متعلق إن يشوف المباراة، بيقول له لازم، وليد بيقول له هيكون في 2000 تذكرة على الأقل للأشقاء أو المواطنين السعوديين. قال له أنا دي مباراة ما تتفوتش في الملعب، وأنا أروح أشجع الأهلي، وأنا 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 وأنا، بصرف النظر عن هذا الاحترام الهائل للكرة المصرية، إلا أن الحدث ده اتحط وتوثق على المستوى العالمي، يعني أشار
العمري الى ان ده زيه زي ريال مدريد وبرشلونه. ايوه. وده اللي كنا بنقوله. واتوقع ان حجم المشاهده قد يتجاوز ديربي الديربي الاسباني. عايزينه يطلع بهذا الشكل. ايوه. اتعمل في الاستاد يا استاذ ابراهيم حاجه الزون فان. يعني الزون بتاع الاعلام. الجمهور. وشفناه في كاس العالم. تعمل فان زون. الفان زون ده. الفان زون ده هيبقى استقبال الجماهير اللي تروح بدري واللي مش هتلاقي مكان جوه الاستاد قطعا هتحط لها شاشات تستمتع بصوت الجماهير وهي قاعده بره وتشوف الحدث في الشاشات دي. وده التطوير اللي بيبقى في الاستادات. ده تطوير جديد في الاستاد ده بمناسبه هذه المباراه. هذا ايضا اهتمام فاق التوقع. كل يعني الامنيات الطيبه ان ينتهي هذا اللقاء بمستوى فني وسلوكي وحضاري. الترحيب احنا شايفينه. التوقع من الاشقاء والاستعداد شايفين استعدادات استثنائيه لاستضافه الحدث. احنا بقى دورنا وجماهيرنا واعلامنا ولاعبتنا عايزين نحط الصوره اللي على هذا التوقع وتتجاوزه بحيث ان يكون برضه العالم كله شايف ايه الديربي ده اللي قالب الدنيا. طيب وانت واحد من خبراء التسويق الرياضي شايف ان الاهلي والزمالك كحدث جماهيري له هذا العمق التاريخي وهذه السوق مضمونه مش مسوق من قبل كده بالشكل الكافي؟ ما هو ده تجديد لان انت رايح تحت رعايه حدث ضمن حدث شامل كبير. يعني موسم الرياض هو اللي كان معني بالاحداث الفنيه. فاعتبرك انت حدث مصنف فني. وقال لك هنرعى هذا الحدث. ايوه. عشان يتاخد في منطقه ثانيه من الاهتمام. منطقه مع كبار العالم درجات العالم. ايوه. فهو هيسوق بشكل كبير. ولذلك حتى قدمت بعد الجوائز التقليديه اللي اعلنت في جوائز استثنائيه مقدمه من موسم الرياض. عشان تكبر حجم المكافآت الحوافز. حتى الطرف الثاني ضمن 150 ألف دولار بالاضافه الى ال 100 ألف دولار. ال 100 ألف دولار. واتوقع لو نجح هذا الحدث ان احنا هنشوف تسويق مستقبلي. ممكن احنا الظروف تسمح لنا ان احنا نعمل هذا الحدث في مصر بنفس الزخم وبنفس بتاع. بس فكره انك تسوقه ازاي وتكبر جوائزه ازاي هو ده الاستغلال الطيب لحدث على هذا الاهميه. الحدث ده لا يقدر يسوق على اعلى مستوى وتتقدم فيه جوائز مبهره لانه الاقبال عليه هيكون مختلف جدا جدا. طيب مباراه بهذه القيمه الجماهيريه وهذا الترقب والزخم الشعب الكبير اعتقد هي واحده من عتبات البهجه بقى اذا جاز التعبير قبل رمضان ومسلسل يحيى الفخراني. اعتقد عتبات البهجه في تاريخ الكره المصريه الاهلي والزمالك. كيف يمكن استغلال الاهلي والزمالك كقيمة مضافة جدا للقوى الناعمة المصرية بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي طبعا، والاهلي في اتم الجاهزية لمباراة القمة المرتقبة مساء الجمعة في الرياض. الاهلي النهارده وصل تدريباته، بكرة ان شاء الله كمان هيستكمل اخر تدريباته في القاهرة، ويوم الاربعاء صباحا يسافر باذن الله تعالى الى المملكة العربية السعودية عشان يتمرن في استاد الأول بارك مساء يوم الأربع، كما يتدرب أيضا مساء الخميس استعدادا لمباراة الجمعة. يعني هذا المران قبل الأخيرة باشمهندس مارسيل كولر يمكن نزل. أنت مش ملاحظ حاجة؟ سور النادي السلك اتعمل فيه إيه؟ هو قافل على الفرقة. أيوه. حتى على مستوى الناس اللي كانت تقف ورا سور تتفرج على التدريب. أيوه. والحقيقة ده كان زمان الجمهور بيخش يتفرج على التدريب،
وكان يقعدوا يندهوا اللعيبه ويخرجوهم بره التركيز، فكره الاستفاده من الكامله من التدريب. احنا كل شويه بناخد خطوه احترافيه ونتعود عليها. في الاول الاعضاء اتضايقوا، بس قبلوها لما عرفوا ان ده مصلحه الفريق. يعني فعايزين، وبمناسبه احنا واحنا بنتكلم عايزين نبني على كل ما هو ايجابي. المباراه دي يا استاذ ابراهيم جايه في اجواء مختلفه جديده، اجواء جديده، اداره الناديين والوفاق الرياضي، اهل المسؤوليه الرياضيه كلهم يعني يشعروا بالارتياح للخطوات اللي بياخدوها مجلسي اداره الاهلي والزمالك، ولا نلتفت الى بعض الشذوذ في حدث ولا بتاع يعني هيرجع يتصوب كل حاجه، لان الناس لسه مش متعوده على هذا الجو. لكن الجو بشكل عام نقدر نقول بنسبه 90% احنا عايشين اجواء صحيه. نرجو ان المباراه دي تحافظ لنا على هذا المكسب، ونخرج بالمعنى الحقيقي لنبذ التعصب والروح الرياضيه الجميله اللي الرياضه بتلح عليها. طيب ده المرانه ديكم شايفين مدى الجديه. طبعا الغيابات المؤكده في الاهلي، اليو ديانج سافر للنمسا، وبكره الثلاث هيخضع ان شاء الله لجراحه بالمنظار الاستكشافي على الركبه، ان شاء الله يكون جراحه بسيطه ويرجع لنا اليو ديانج الدبابه الماليه ان شاء الله في اسرع وقت. طبعا الشناوي حارسنا العملاق الكبير بيواصل تدريباته التاهيليه، غيابه عن المباراه بالاضافه الى ياسر ابراهيم اللي اصيب ايضا وبيأدي تدريباته التاهيليه. لكن اذا كان الشناوي غايب، اعتقد مصطفى شوبيرا باشمهندس اكتسب من الثقه في الفترات الطويله اللي مطمن الجمهور. هو دي القمه الاولى ليه على فكره. لا مصطفى عبر كل التجارب السابقه ايوه هو جون موهوب، ايوه شخصيه، ايوه اشتغلت على نفسها، ايوه دي نقطه مهمه جدا، ايوه انه مش قاعد محبط من الركنه، عارف لما يجي له الاختبار يكون عند الموعد يعني. خرج من جلباب ابيه مؤكد. يعني مصطفى شوبير النهارده يقيم النهارده وصل انه يترشح للمنتخب. فوصل لمرحله انه مصطفى شوبير قيمه مستقله بذاتها. ايوه صحيح اسم والده لا يمكن انه هو يعني ما يتخفف منه، وله الشرف. ايوه طبعا. ولكن عليه ان يضع هدف خبيث جدا، انا عايز اتفوق على ابويا. اسعد واحد في الدنيا لما هيتقال له هذا الكلام كابتن شوبير في لحظه ما كابتن شوبير طبعا هيحس ان هو طبعا عمل اللي عليه. صحيح. فاتمنى ان الكابتن مصطفى شوبير يكمل على هذا النجاح، ومش عايزين باستمرار نتكلم وكانه في اختبار دائم. مع كل غلطة هيحدث الأخطاء واردة في كرة القدم، ولكن المستوى العام والشخصية العام والقرارات والصحصحة والتركيز هو برهن على أنه يملك كل هذا. طول ما هو جاد وبيشتغل على نفسه هيتطور، وطول ما هو بيتطور هيقدم لنا النسخة التي ينتظرها النادي الأهلي لحارس كبير. طيب في التدريب واضح جدا برضو محمود عبد المنعم كهربا، وكهربا دي أول مباراة قمة ليه بعد الانتهاء الأزمة بتاعته وسداد قيمة الغرامة اللي عليه، ومن الطبيعي إنه معنوياته تكون الحمد لله كويسة. شوف ناس كتيرة حبت تتوقف وتستغل تعليق قاله مستر كولر. أيوه. إن ترتيب كهربا عندي نمرة ثلاثة، هو كولر دائما في اللحظة، في اللحظة دي أيوه. لأن هو مش في الجاهزية الكاملة بتاعته. أيوه. لكن كهربا في جاهزيته. أيوه. لا ترتيبه مش ممكن يكون نمرة ثلاثة. طب مين اللي يقدر يعدل هذا الترتيب؟ كهربا. يبقى الكلام ده بيتقال ليه؟ لكهربا، لتحفيزه طبعا. يا كهربا خلصت من مشاكلك، وحتى قال رجع بيتمرن بقوة وبتركيز، بس هو ده اللي عايزه مستر كولر. اتمرن لي كويس، أنا بقدر جدا ما يحدث في التمرين. إذن هو ترتيب جاهزية آنية مش ترتيب قدرات. مؤكد طبعا. مش هتجر، أنت مش هتختبر واحد زي كهربا. صحيح النهارة. صحيح صحيح. فإنما كهربا مش عايزه يرتاح بقى من عبء إثبات الذات. أيوه. إنه كان عليه غرامة وعايز يفضل يثبت ذاته، لا ده أنت عايز تبقى تحررت من كابوس. ها
واطمنت انك انت خلاص الاخفاقات انتهت وباذن الله ما تتوقفش لاي سبب اخر. ايوه. حد تلكك لك على كلمه، على تعليق، على طريقه احتفال، خلي بالك في ناس هتفضل بصالك. ايوه. انت لعيب كبير يا كهربا ومن جيل الخبرات الذي يعول عليه النادي الاهلي. الكهربا في البيان اللي طلعه بعد سداد الغرامه ممتن جدا للنادي الاهلي، سعيد جدا بجمهور الاهلي، بيشكر جدا الاهلي والكابتن محمود الخطيب. يمكن بحكم التصاقي أيه. اعلم ما فعله الاهلي معه. ايوه. وكهربا ممتن لانه حظي بالدعم الذي يستحقه. ايوه. واكثر بحته كمان. كهربا لولا هذا الدعم كان هيبقى في عبء جامد مالي عليه. والدعم خده من حقوق جات له. أيوة. مش مجرد رجال اعمال عايزين يقفوا مع لعيب. كل واحد خد يعني اتعملت له اعلانات. ممكن المجامله في القيمه بتاعت الاعلان نسنده ونعمل له. واكتر ناس دعمت كهربا في هذا الموقف زمايله اللي ما قالوش اشمعنى. مدركين الراجل ده لازم يتعامل بشكل ما نقيس عليه. ايوه. اتجدد له عقود في اطار نظام الفريق. نظام الفريق قد يكون يعني حصل على مقدم بيساعده، لكن في الاخر هو ضمن النظام. النادي الاهلي وقف جنب كهربا ولم يخل بنظام الفريق وبترحيب من كل زمايله. ايوه. ده الشيء الجميل. اخلص بقى من الموضوع ده، مش عايزين نتكلم فيه. ركز لان كهربا ينتظره ربما خبر سعيد جدا. هو دفع بالنيابه عن دفع المبلغ كاملا وينتظر النادي الألفش البرتغالي. جمارش ولا قفش؟ قفش. قفش. اه. نادي قفش اول ما هيلعب كهربا هيقفش قفش. هيقفش في قفش. ايوه. هو سدد بالنيابه عن قفش 1,200,000 نص الغرامه. مليون و200 وحاجه يعني. دولار. هيبقوا يرجعوا. نتمنى ان برضه دي، لان الحقيقه ما حدث لقفشة ما كانش يستحقه لو كان هناك شفافيه وانصاف. طيب كهربا مع الفرودين التانيين انطوني موديست ووسام ابو علي. وسام ابو علي المهاجم الفلسطيني الحقيقه يعني عبر عن حضوره وعن اهميه وجوده مع الفريق بسرعه في الماتشات اللي اخذها، سجل وكان عند حسن الظن بيه واسعد جماهير النادي الاهلي. ثم فجاه بدا الكلام على انه عنده شد عضلي خفيف. الجهاز الطبي بيجهزه وان شاء الله الامر لا يعيقه عن السفر باذن الله تعالى صباح الاربع مع الفريق. وسام ابو علي المباراه الاولى له في لقاء القمة، أول ظهور له في القمة، إن شاء الله يكون ظهور خير. نشوفه في هذا اللقاء كيف يتحدث عن لقاء القمة وفرصة وجوده. مبسوطين كتير إحنا، وإن شاء الله نرجع نكسب الجمعة اللي جاية. مباراة كأس مصر بتمثل لكم إيه النهائي؟ لا ده شيء أنا ما أقدر أنطر ألعب الماتش ده، جمهور كتير وكأس نهائي ده شيء مهم لنا نكسب الماتش. مباراة الزمالك دي مباراة ديربي، مش مجرد نهائي بس لكن مباراة ديربي. وانت يعني بتسجل دايما في الدربيات، متحمس ازاي ليها؟ يعني اول مره انا بحياتي يمكن بلعب دربي كبير زي ده، فان شاء الله خير لي وللفريق. اول مباراه خارج القاهره، خارج مصر، متحمس ازاي لجمهور الاهلي اللي هو بره مصر، اللي عايش بره مصر المغتربين؟ كله يجي على الاستاد يشوفنا نكسب ماتش الكاس ان شاء الله. نفسك تحتفل معاهم ببطولات السنه؟ طبعا طبعا طبعا، احلى شيء الواحد يحتفل ويربح كاس، احلى شيء. دايما وانت بتسمع تصريحات وسام، ده جزء مهم جدا في شخصيه اي لاعب. عنده اتزان هادي، متفائل جدا، ايجابي جدا، فبتخرج بطاقه ايجابيه وانت بتتفرج عليه. لكن كمان مش عايزين نبالغ في الضغط على ان احنا نطلب منه توقعات. هو دلوقتي عارف انه قرار اشراكه دي قرار فني، عدد وجوده حتى لو اشرك ده مرتبط بالاداء والرؤيه الفنيه. التوفيق هيعمل اللي عليه، والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك
عايزين ناخده بالراحة شوية. وأنا يعني مش مع كل صغيرة كبيرة أطلع أتكلم واضغط عليه إيه رأيك إيه رأيك إيه رأيك إيه رأيكو إيه رأيكو. وسام تجاوز مرحلة تقديم نفسه والجمهور عنده ثقة فيه. استمرار النجاح رهن، تدريبه وأداؤه وتوفيقه. إن شاء الله كل التوفيق لوسام ولكل زمايله، بإذن الله تعالى يستكملوا تدريبات قوية ويسافروا للرياض بكل الروح المعنوية. وزي ما تعودتوا ما دام شخصية الأهلي موجودة وروح الفانيلا الحمراء موجودة ما تخافش على الأهلي. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. ما تخافش على الأهلي، والأهلي صانع السعادة والبهجة لجماهيره. الحقيقة لهذا تلعب كرة القدم، جبر الخواطر على الله. لعيبة الكورة ولعيبة الأهلي بالخصوص، لأنه الأهلي صاحب الشعبية الأكبر وصاحب التأثير الأعلى في المزاج الشعبي العام. لما الناس تحس بقد إيه اللي بيعملوه في الملعب بيسعد ناس على مختلف مستوياتها العلمية والثقافية والمادية والاجتماعية، كله سوا يسعد لانتصار الأهلي. الأهلي بالنسبة لهم يعني الكلمة الحلوة اللي بتنيمهم في سعادة مهما كانت ظروف المعاناة والحياة. وحتى لو الألم يبقى الأهلي فعلا صانع السعادة والبهجة لمحبيه. شوفوا فيديو لطفل صغير اسمه ياسين من ذوي الاحتياجات الخاصة بيتفرج على المباراة الأخيرة للأهلي وهو نايم. بس شوفوا درجة يا باشمهندس تفاعله مع الكرة، هو اللي بيذيع الهدف بتاع حسين، وشوف فرحته قد إيه. هفرجه لكم. يلا يا علي، يلا يا علي، اجري يا علي، ارفع يا علي، ارفع يا علي، يلا حسين، يلا حسين، جول! الله عليك يا حسين، الله عليك يا حسين يا شحان، يا ملك الحلويات، الله عليك يا نينجا، الله 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 عليك يا ابني. ياسين عامل ايه يا حبيبي؟ يا رب تكون بخير. انا مبسوط ان انت شفت الجون بتاعي ومبسوط ان انت كنت فرحان. ربنا يكرمك يا حبيبي دايما ان شاء الله، ودعواتك باذن الله الفتره الجايه يا حبيبي. حبيبي ياسين، شوف جمال اللقطه دي في مجموعه حاجات. ايوه، الطفل ده رد فعل عفوي، والده سجله وحطه على تويتر. يعني ما هواش اتبعت لقناه ولا بتاع، لم يروج له. أيوه. لكن هو فرح بابنه وانه كان سعيد جدا. حتى البادي لانجوج هو نايم على جنب كده وبيتفرج، ورعشه ايديه بتقول لك متفاعله قوي قوي. اه، وبعدين الله عليك يا نجي، الله عليك، ايه الحلاويات دي، الله عليك يا ابني، بيقول لي أيوه. هو واخد حنجره معلق. اه ايوه. فهو ده لما حسين شافه حس ان هو ازاي طفل زي ده تعلق بيه الى هذه الدرجه وسعيد بيه قوي وفرحان. تواصل معاه وبعت له رساله فيديو، يعني فيديو صور فيديو وحطه. وده له عشان يسعده بهذا التواصل الشخصي. لكن انا عايز اقول الولد ده عنده حس نقدي عالي. ايوه، الجود ده الله عليك يا ابني، الله باص يا علي، ارفع يا علي، يلا يا حسين بيلعب جون ما اجمله. الجون ده اختارته اللجنه الفنيه في البطوله، في البطوله اجمل هدف في الجوله. اه، وهو جون جميل جدا. ايوه، في تحرك رائع، ربط اللعيبه مع بعض، تحركوا مع بعض، ربط اللعيبه، الاوفرلاب اللي حصل، ثلاث لعيبه اشتركوا فيها بلمسات وقرارات سليمه أدت إلى أن الجون كان بهذا الجمال وهذه الدقة وهذا التعاون. شيء جميل أن لعبتنا تبقى مدركة أن جمهورها، وخصوصا من الناس اللي عندها ظروف خاصة، سعادتها بيبقى مضاعف. يعني بتحط كل حمولها على الماتش بعد سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى وأملهم في بكرة. ولكن اللي بيسعدهم في حاجات زي كده، في لحظات حياتية، مباراة لنادي بيحبوه زي النادي الأهلي. وعشان كده أنا بقول لك القلب يعشق كل جميل
وما أجملك يا أهلي إنك تساهم في إسعاد مثل هؤلاء. الزميل سيف زاهر تفاعل أيضا مع لقطة جبر الخواطر من حسين لياسين ونشوفه علق بإزاي. لعيب الكورة إنسان، والرياضة دايما كده فيها يعني سماحة وفيها كده نية صافية. حسين الشحات عمل واحدة أحسن بكتير من المقصات والترقيص، وأحسن بكتير من ما حطها ما بين رجلين واحد، وأحسن من التشميسة، وأحلى من أي حاجة. عمل لقطة مع ياسين عجبتني أوي أوي أوي. مين ياسين؟ هو نجم الشباك النهاردة، هو نجم السوشيال ميديا. ياسين ده طفل، أنا الحقيقة شفت الفيديو بتاعه النهاردة بيعلق لحسين الشحات، بصراحة كبر في نظري قوي حسين الشحات ده بصراحة. لقطة حلوة منك قوي 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 قوي، تسعد واحد وأسرته وتسعد الدنيا وفرحتنا وبسطتنا. بص يا سين، أنت عملت لقطة حلوة وعملت لقطة بسطت الناس، ربنا يا رب يديك الصحة ويكرمك ويكرم حسين الشحات يا رب ويخليه دايما في الخير. كويس برضو أن يتوقف واحد زي كابتن سيف زاهر ويلقط اللقطة دي ويعلق عليها ويحطها في إطار ويبروزها عشان تبقى دافع ويشاور على الدور النبيل الذي تلعبه الرياضة في حياة الناس. وإحنا في أسبوع احتفى به السيد الرئيس بذوي الهمم، أيوة، وكان حريص جدا انه يدي كل الدعم، لدرجه انه ناقش رئيس الوزراء هتحط بقى من الفلوس اللي جات لك دي كام عشان تحصل البركه. وهو فعلا ده بركه، انت وانت في هذه اللحظه وتحط مبلغ كبير لرعايه هؤلاء والاهتمام بيهم، ده نوع من الذكاء. مصر تدفعه، ايوه، لقطه فيها ذكاء، أيوة. يعني هي للذكاء وفيها ذكاء طبعا من القيادة، ان يقول للناس احنا جالنا فلوس، ورونا بقى احنا عايزين نقف مع الناس دي قد ايه. مثل هذه اللقطات يا استاذ ابراهيم، انت قلت من اجل هذا تلعب الرياضة وانا موافقك 100%. ده اول الاهداف، هكذا يكون نبل الرياضة، هكذا يعني لما يجي اعلامي له مكانته يتوقف ويشيد، هو بيشجع مثل هذه التصرفات النبيلة الحكيمة. ده كلام مهم جدا، وكل التوفيق إن شاء الله للاعبتنا على قد ما بيجبروا بيه خاطر أمثال هؤلاء. الأول ب 12 وحلم ال 12. الأهلي بفضل الله وحمده تأهل كأول مجموعته، المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا. القرعة بالمناسبة يوم 12 مارس. الأهلي أول مجموعته هيقابل بإذن الله من خلال القرعة اللي هتتعمل واحد من الثلاثة، يا سيمبا التنزاني، يا مازيمبي الكونغولي، يا الترجي التونسي. لكن بفضل صدارة الأهلي للمجموعة وصعوده كأول، هتبقى مباراة الذهاب في الخارج وتقريبا 29 أو 30 مارس، ثم في الأسبوع الأول من أبريل العودة في القاهرة. فعنده العودة في القاهرة بالنسبة للأهلي. لما يكون الأهلي صاعد بال 11 بال 12 بيرنو ويحلم باللقب ال 12. أعتقد مع اللاعب رقم 12، لأنه باستمرار يصنف الجمهور أنه هو اللاعب رقم 12، بس جمهور الأهلي الحقيقة دايماً مع فرقته هو اللاعب رقم واحد والأكثر تأثيراً وتحميساً للاعبته. الأهلي صعد ب 12 نقطة، يانج افريكانز صعد معاه ب 8 نقاط بعد ما فاز الاهلي على بطل تنزانيا. تنزانيا الدولة الوحيدة في دور الثمانية اللي ليها فريقان في هذه البطولة. صعد يانج افريكانز وصعد سيمبا التنزاني. فهي الوحيدة اللي عندها فريقان. شباب بلوزداد ده مؤشر له معنى بالنسبة لك ولا؟ انها بتتطور، واضح انها عندها تطور، خاصة لما يكون رئيس يانج افريكانز هو رئيس رابطه الانديه الافريقيه. فمعنى كده ان في حضور. اذا كان هذا الاختيار اختيار له معنى من الاتحاد الافريقي. والاجماع عليه كان شايفين الاهتمام انه في مشروع بيتعمل والتطور اللي بيحصل. طيب عشان نخلي بالنا يا جماعه، الناس حوالينا
بتتطور، ولابد آن الأوان إن احنا ناخد الأمور في كرة القدم بشكل أكثر نظاما وجدية. طيب مواعيد مباريات الأدوار اللي جاية بقى، أنا قلت لكم المنافس المحتمل للنادي الأهلي ذهاب دور الثمانية هيكون أحد يومي 29 و30 مارس، وده الحقيقة هيبقى فيه مشكلة شوية خاصة للأهلي. الأجندة الدولية للمنتخب الوطني هيشارك خلالها في شهر مارس في الدورة الودية في الإمارات بمشاركة تونس وكرواتيا ونيوزيلندا، هتخلص يوم 26/3. 26/3 الأهلي هيسافر، يا يسافر تونس يا يسافر تنزانيا يا هيسافر للكونغو الديمقراطية. المفروض يلعب 29 أو 30، فأنت متخيل إن أنت اللعيبة الدوليين بتوعك اللي موجودين مع المنتخب في تونس هيكونوا مع المنتخب لغاية مساء يوم 26، يوم 27 هيجوا في نفس اليوم ده، المفروض يسافروا في نفس اليوم. لو هتلعب 29 هيسافروا يوم 27، لو هتلعب 30 هتسافر يوم 28. والصعب ان القرعه لو وديتك تلعب بقى مع سيمبا في الكونغو او مازيمبي في الكونغو او سيمبا التنزاني، هتلعب بالنهار في رمضان. عشان كده اعتقد البعض بيقول لك ربما كان الترجي القرعه الانسب. شوف من الناحيه الفنيه هو الاقوى وهو الاكثر يعني صعوبه من الناحيه الفنيه، لكن الظرف العام بيجعله هو الانسب للنادي الاهلي. ايوه هتلعب في توقيت مناسب، تلعب بالليل، هتلعب لعيبتك هتستنى، انت اللي هتروح لها. لا هما هيبقى في الامارات هيطلع على تونس، تونس هتشارك معاك في الامارات الدوره الوديه في الامارات. ايوه مشاركه منتخب تونس ومنتخب مصر اللي فيه مجموعه من لعيبه الترجي. ايوه هيطلعوا الاثنين على هناك تتقابل معاهم. ايوه وات ايفر للفريق الكوره هيقرر ايه يعني. ايوه انما في كل الاحوال يا استاذ ابراهيم لا معنى من الكلام ايه الانسب وين الاحسن. الانسب ان يكون الاهلي جاهز في حالته، في اي ظرف صعب سهل لو في حالته اطمئن، طب لو مش في حالته اسهل الماتشات هي اصعب الماتشات. واتحدث عن حالته يعني ايه؟ البدنيه، النفسيه، الفنيه، الثلاث حاجات زائد العنصر اللي مش فيه حد، التوفيق. ولكنه دائما نقول التوفيق يصادف المجتهد. طيب دور الثمانية بقول لكم الذهاب أحد يومي 29 و30، العودة 5 أو 6 إبريل، ده هيكون في القاهرة. الدور قبل النهائي 19 و20 إبريل الذهاب، العودة 26 و27 إبريل، يعني أنت كمان هتخلص إبريل تكون خلصت السيمي فاينال كمان. إن شاء الله يكون الأهلي متأهل ومكمل الفاينل. انتوا عارفين خلاص الاتحاد الافريقي بطل حكايه انك انت تلعب النهائي من مباراه واحده، ورجع من السنه اللي فاتت لنظام المباراتين. الفاينل الذهاب بتاعه 10 و11 مايو والتتويج 17 و18 مايو ان شاء الله. الاهلي قدام افريكا يانج افريكانز حقق المطلوب، كان عنده هدف معين عايز يحافظ هو على صدارته. هو في كل الاحوال مش هيقابل يانج افريكانز، لا قد يقابله في قبل النهائي بقى، لا في الدور الجاي. في الدور الجاي لا مش هيقابله، مفيش فرقه هتلاعب فرقه من مجموعتها. ايوه يبقى انت يا سيمبا يا مازيمبي يا مازيمبي يا ترج. ايوه طيب نشوف مستر مارسيل كولر بعد الفوز على يانج افريكانز شاف الامور مشيت ازاي. اعتقد الشوط الاولاني لعبنا كويس، لكن بصراحه انا ما كنتش مبسوط خالص، والكوره اللي كانت بتتعمل الشوط الاولاني ما كانتش عجباني، كانت غايبه الشراسه، كان غايب اللعب لقدام، كان غايب احيانا كمان التركيز. الطريقه اللي كنا بنلعب بيها مش هي دي اللي انا عايزها، فانا دخلت بين الشوطين اتكلمت مع اللعيبه بشكل واضح جدا احنا بنتكلمين في ايه من قبل المباراه،
فانا مبسوط ان اللعيبه اول ما نزلت على طول بدات انها شوط ثاني تعمل من اول ثانيه اللعب اللي احنا عايزين متفقين عليه من قبل المباراه، لعب القدام، الشراسه، الجراه في اللعب الامامي. وفات كافينا من احنا جبنا جون، المنافس كان عنده فرصه او اتنين، احنا كمان كان عندنا فرص، وغير الفرص كان في اكتر من هجمه كانت ممكن تنتهي بشكل افضل من كده، كان ممكن ان احنا نحرز اهداف كتير. المهم بالنسبه لي ان احنا كان هدف المباراه ان احنا نفوز، ان احنا نتاهل الاول، وده حققناه. فببارك للجماهير، ببارك للعيبه، مبسوط عشانهم ومبسوط عشاننا ان احنا اتاهلنا للدور الجاي واحنا اول مجموعه. السؤال ده بدري جدا، لسه بدري قوي على الكلام ده. الشناوي بدا لسه يجري دلوقتي، لسه كتفه ما بيتحركش، الاصابه دي لسه قدامها وقت، فاعتقد ان السؤال ده بدري قوي. بوفا طبعا عامل ماتشات كويسه جدا، مديني احساس كويس كل حاجه، لكن ما ننساش الشناوي مش بس لعيب كبير وتاريخ كبير ونمره واحد في مصر كلها ويمكن في افريقيا، لكن كمان كابتن الفرقه ودوره كبير جدا بره الملعب وجوه الملعب، وليه تاريخ كبير في النادي وحقق حاجات كتير جدا مع النادي. فالقرار ده مش قرار سهل ومش هيتاخد دلوقتي خالص، لما الشناوي ان شاء الله يرجع ويرجع لمستواه نبقى نفكر مين اللي هيبقى نمره واحد ساعتها. ما بحطش اي حاجه في دماغي موضوع الارقام ده خالص، وارقام كويس اقعد اجري ورا ارقام خالص. انا الماتش الجاي عايز اكسبه ايا كان، لا ببص على الارقام ولا عايز اجري ورا ارقام، تركيزي في الماتش الجاي عايز اكسب. لو كسبنا هنبقى بنحقق الارقام دي، بس انا عمري ما بقعد افكر فيها. انا من اسبوعين اتكلمت معاه ووضحت ده في مؤتمر صحفي سابق ان الموضوع فني. انا اتكلمت مع كهربا نفسه وقلت له ان هو نمره 3 حاليا في ترتيب المهاجمين بالنسبه لي، وهو تفهم ده جدا. وانا قلت له عشان خاطر ترجع تاني لازم محتاج تتركز في التمرين اكتر، تتمرن احسن، تبذل مجهود اكتر، لان الاثنين التانيين اللي معاك اللي بينافسوك على مكانك بيجيبوا جوان حاليا وبيأدوا اداء كويس جدا، فعشان تقدر تاخد مكان حد بيلعب وبيشارك وكويس لازم تبذل مجهود اكبر من كده. احنا عندنا ماتشات كتير جدا، عندنا ضغط ماتشات، في ناس بتتوقف، في ناس اصابات لا قدر الله، فاكيد هيلعب الفتره الجايه. لازم يعمل اكتر من في كده من التمرين، لازم يبقى فيه جديه اكتر. وهو بصراحه الكام تمرين الاخرانيه كهربا بيأدي كويس جدا وبيجتهد جدا في التمرين، يعني هو مش بعيد، لكن هي في ايديه هو ان هو يدي اكتر. وفي الاخر هو قراري، انا بقرر مين اكتر اتنين اقدر اخدهم معايا ويساعدوني في الماتش الجاي. حاجتين سيبك من تقييم الماتش بقى، حاجتين مهمين جدا. لما سئل سؤال افتراضي ملوش معنى، هو الكابتن الشناوي لما يرجع مين اللي هيلعب؟ ده سؤال غريب جدا الحقيقه. هذه الاسئله الافتراضيه يا استاذ ابراهيم لا يجب ان تسال. يعني انت لو راجل مسؤول هتعرف تجاوب على سؤال افتراضي؟ ما تسيب الواقع بيفرض نفسه. فهو جاوب بالطريقه الشيك الصح. لهيك ان ده مؤتمر للمباراه دي. اي طبعا، ما هو ده الغرابه. ده راجل كابتن فرقه، يعني وجوده ده احسن حارس في افريقيا، وجوده موجود. ايوه المباريات لها ظروفها. طب ما كان موجود ولعب شوبير، فاهم، في الماتش اللي هو بتاع الوداد. كان الشناوي لسه مصاب، انا جاهز قبليه. وكان ممكن يلعب لو هو ما عندهمش ثقه ان شوبير يلعب وياخد الفرصه. ماتش اقصائي مهم، ليه فاينل. فانت أسئلة افتراضية لا ينبغي أن تسأل في غير توقيتها. دي حاجة. كهرباء، السؤال الغريب جدا والإلحاح على إنه ما يصحش يا مستر كولر وإحنا قبل ماتش وأنت كهرباء بتحبطه، الراجل كان واضح جدا في هذا التوقيت، زمايله ماشيين كويس، بيعملوا الدور الفني كويس وبيجيبوا أهداف، هو عليه يبذل مجهود وهو بيبذل مجهود وماشي كويس قوي في التمرين. يعني هذه مش بعيد، يعني هذه اجابه. هو بيقول انا التمرين عندي هو اللي بيقول مين يلعب. فقد جاوب وقال محتاجين كل لعبتنا وماتشاتنا كتير وهيبقى له دور. طبعا هيبقى له دور. فبلاش طريقه اللي تعودنا عليها ان احنا لازم ناخد لقطه سلبيه عشان نشبط فيها. اتمنى يعني هو الراجل يعني ماسك نفسه وعنده ذاكره، يعني قال له انت سالتني السؤال ده من اسبوعين وافتكر. فانا عايز اقول لك ان المؤتمرات دي دائما في اسئله مفخخه هو لحد دلوقتي بيتجاوزها.
طيب هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل الأخير هنشوف أيضا رؤية البعض لهذا التأهل المهم للأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد. مع كل هذا الاهتمام بالدوري المصري والكرة المصرية، ومع كل الشغف العربي والزخم الشعبي الكبير للأهلي والزمالك وكل ما ينتج في مصر من كرة قدم في المحيط العربي، معرفش إلى متى الرجم لأقدم الدوريات. كأس مصر اللي بيحتفى بالفاينل بتاعها في السعودية فات عليها تقريبا 103 سنة. انتم متخيلين 103 سنة أهل وزمالك وكرة قدم ومصر. الدوري المصري أعرق الدوريات في المنطقة العربية. لكن في استوديو أو في برنامج في قناة عجمان الإماراتية، معرفش إلى متى هذا الدأب والحرص على رجم الأهلي، التقليل من بطولات الأهلي والإساءة للمسابقة المصرية. عشان ما اكونش مبالغ نشوف الفيديو لعبد الله الكعبي وضيوفه وبعد كده نتكلم. لو سألت أنا اليوم الدوري المصري في أي جولة؟ بتعرف في أي جولة؟ لا. الأهلي في الجولة السادسة، بيراميدز في العاشرة، الزمالك في التاسعة، ما تدري أنت أي جولة هم. ماشي دورك. والله العظيم صدق أي جولة كابتن عادل. والله العظيم دوري يتم سنتين، العالم تبدأ وتغير هم بعد. الدوري هذا الموسم ولا الموسم القادم ولا الموسم اللي قبله؟ طيب الكاس انت ما تدري بيلعبون كاس مال الموسم الماضي، وعندهم بعد يلعبون في تصفيات الكاس. راح كذا كابتن مهدي عبد الله، الاسئله هذه الوزاهه كابتن سوبير. عبد الله انك تريح، تريح فريق اكثر عن 7 مباريات. طيب زيد اكيد هذا بيحقق لك نتائج. طيب زيد مرتاح. نشكركم. اتحاد الكوره الوحيد ممكن في افريقيا ومعاها الاتحاد التونسي اللي خلينا نقوله يعيش العشوائيه والفوضى في اجمل صوره. الاتحاد المصري الاتحاد المصري والاتحاد التونسي هذا الدوله يعيش الفوضى. يعيش الفوضى وغياب التخطيط. طيب والعشوائيه في اجمل صوره. طيب بص بقى يا استاذ ابراهيم، ها لا بلاش نعمل نفسنا مش واخدين بالنا. مش هتكلم عن ضيوف لان في واحد فيهم اكيد اكيد يعني يتمتع بعدم، مش هقول الفاظ مش كويسه، انه لا يعلم شيء عما يتحدث عنه. لانه يجي يقول لك ايه؟ ما تدري يلعبون اي جوله، وبعدين يقول لك تريح فريق اكثر من 7 مباريات اكيد هيحقق له نتائج مرتاح. هو يا ابو العريف يا اللي حطيت نفسك في مواجهه الراي العام عشان تقول كلام لا تعلم عنه شيء. هو الفريق مرتاح 7 ماتشات ولا كان مطحون في خلال هذه الفترة كما لم يرهق أي فريق من اللي لعبوا في الدوري؟ لكن الغرض مرض. أنا مش هو دايما ارجع لعبد الله الكعبي كده. وش الراجل الذي دأب للإساءة في النادي الأهلي فانتقد؟ طب مش كان بيجي معاه الروديني؟ إكرام الروديني المصري لما لاحظ إنه بيحرجه بيدافع بالحقيقه عن النادي الاهلي مش موجود ليه الروديني هنا؟ ده رجل عايز اقول له حاجه، ما تسيبك من قعدتك في عجمان وتشرفنا هنا، اللي بيسلطك تهاجم الاهلي يعمل لك بسهوله جدا برنامج هنا تهاجم فيه زي ما انت عايز، لكن مش مسموح لك تتكلم وانت بتغطي الكره الاماراتيه لا عن الدوري المصري ولا تزيد الفتنه بين الاهلي وبين المنافسين بكلام اقصى ما يقال. مش عايز استخدم، هستخدم جمل قاسيه بعد كده. انت واضح توجهك، انت داعم الاساءه للنادي الاهلي وانتقلت لتسيء للكره المصريه الان وتهاجم الاتحاد المصري اللي للاسف الشديد هان عليه نفسه حتى ما ردش عليك انه يتقال ان الكره المصريه تعيش حاله من الفوضى. كونك انت الضيف واخد موقف من الكره التونسيه انت حر، لكن
محدش يناقش الدوري، لان احنا لا نسمح لانفسنا نناقش اي دوري بهذا الاسلوب المستمر المستفز الجاهل، ونقدم معلومات مغلوطه كل مره عشان نكرس لحقيقه واحده ونروج لها ونسوق لإلى ان في مجامله وان في دوري فاشل. لا يا حبايبي، الاكثر مضارين من هذه التاجيلات بدليل التاجيلات لما كترت الاهلي خسر 2 دوري ورا بعض، اظن واضح. فما تجيش تقول لي المؤجلات، وبدليل ان رئيس الزمالك نفسه قال لك ان كارتيرون طلب انه يلعب والاهلي مؤجل له ماتشات عشان الاهلي هيرجع مرهق ومش هيقدر يكمل، وده اللي حصل. يعني الراجل صاحب الرؤيه الفنيه المنافس كان مدركا لهذه الحقيقه اللي حضرتك ملح ومصر انك تسيء للنادي الاهلي وبس. يا استاذ عبد الله خليك في حالك، محدش بيجيب سيره الدوري الاماراتي، لان انت كده احنا واحنا بنلم نفسنا هنا داخليا انت بتنقل هذه الفتنه وبتصدرها. لا انت بتصدرها، احنا مش هنتكلم على الكره الاماراتيه لان احنا بنحترم الدوري الاماراتي بنحترم المسؤولين عن الرياضه في الامارات، ولكن انت يجب ان تحترم الكره المصريه، تحترم النادي الاهلي شئت او لم تشأ، هذا ليس خيار ولا يطلب منك، لان في كل مره هنعريك بقى خلاص بقى فاضي الكيل. الحقيقه المهندس عدلي هو بيستخدم لفظ الجهل، والجاهل هو مش بيتجاوزه، هو بيوصف حاله، لانه الجدع اللي قاعد جنب الكعبي انا ما اعرفش اسمه غير المهدي التونسي عنده مشكله مع الدوري التونسي، فيقول لك الاتحاد المصري والاتحاد التونسي، ثم حد قاعد بينهم ما اعرفش هو مين يقول لك ما هو لما تريح فريق ما يلعبش الا 7 مباريات من الطبيعي انه يكسب. انا ليه بقول لكم ده جاهل؟ جاهل جهل الابل، لانه الاهلي اللي لعب 7 ماتشات في خلال هذه الفتره لعب 25 مباراه. وانت المفترض لما تتصدى بالراي في مناقشه موضوع لازم أن يكون عندك ابسط شيء معلومات كافيه عن حقيقه الموضوع. ما كانش عايز ليه الاهلي اتاجل له فقط 7 ماتشات؟ ليه الاهلي لعب 7 ماتشات؟ الاهلي لعب 7 ماتشات واقرب، يمكن الزمالك لعب 9 ماتشات في الدوري، بس الاهلي في حقيقه الامر من منتصف سبتمبر لغايه النهارده لعب 25 او 26 مباراه رسميه. اذا كنت فاهم ان الاهلي، اذا ما كنتش تعرف ان الاهلي لعب كاس العالم للانديه خلال هذه الفتره تبقى جاهل. جاي متوجه يا استاذ ابراهيم. اذا كنت مش عارف ان الاهلي لعب دوري السوبر المصري في الامارات بمشاركه 3 انديه اخرى فيوتشر وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا تبقى جاهل. اذا ما كنتش تعلم ان النادي الاهلي شارك في كاس العالم للانديه في السعوديه تبقى جاهل. اذا ما كنتش تعلم ان النادي الاهلي بيلعب في دوري ابطال افريقيا ويتاهل باستمرار للمباراه النهائيه وهو الان بلغ دور الثمانيه فتاجلت مباريات نظرا لهذا التعارض الشديد بين مواعيدها المحليه والمواعيد القاريه، الاجنده اللي فرضها الاتحاد الافريقي، لو لم تكن تعلم ذلك فانت جاهل الجهل الحقيقي. فالاهلي يلعب 25 مباراه خلال نفس الفتره اللي انديه الدوري بتلعب، اعتقد قمه الجهل ان انت تتريق او تسخر او ترجم او تسيء للاهلي وللكره المصريه. استاذ ابراهيم حضيف حاجه بس. ان التاجيلات كلها تمت طبقا للائحه معلنه في بدايه الموسم طبقها الاتحاد المصري على كل الانديه المشاركه في البطولات الافريقيه. ايوه. ليس ذنب الاهلي انه الاكثر حظوظا في المشاركات. وعشان كده الزمالك لعب 9 وامبي اللي ما شاركش خارجيا لعب 14. ليه المقياس ده مش عندك يا استاذ عبد الله؟ انت جاي موجه وانا عارف مين وراك. فالنبي عشان خاطري خليك في الدوري بتاعك، كلم على الكره الاماراتيه التي تتطور وتستحق منك الاهتمام، سيبك من الاهلي شويه. طيب يعني اعتقد يا جماعه كميه الجهل اللي انتم سمعتوها واضحه جدا، لكن على تاكيد المهندس عدلي، هو انت لما تيجي تتصدى بالراي للدوري المصري
ما لازم تبقى ملم بيه. هو في حد هنا في اي نافذه مصريه رياضيه تتحدث عن الدوري الاماراتي على الاطلاق؟ لكن الساده المسؤولين في تلفزيون عجمان، هذه نافذه مخصصه لرجم النادي الاهلي، هذا برنامج موجه للإساءة للنادي الأهلي، وكانه يمول من شخص يهمه، ثم توسع أكتر أنه يرجم في الكرة المصرية والدوري المصري، على الاتحاد المصري أنه هو يرد. لكن أن أنت تجيب النادي الأهلي بهذه الإساءة وهذه التريقة من ناس أقل ما يوصفوا بيه أنهم جهل جهل الإبل بجد، فأنا أعتقد يا جاهل يا مغرض مفيش تالت. هذا الترويج الدائم يا جماعه لجمهورنا هنا، خطوره ده ايه بقى؟ ان الجمهور العربي الشقيق توصل له مثل هذه المعلومات المضلله. المضلله والمضلله. فيبدا يبني راي سلبي على النادي الاهلي او عن الكره في مصر، وهو لا يعلم انه الاهلي وحده هو اللي بيشارك في كاس العالم للانديه. الاهلي لوحده هو اللي بيلعب بقاله 7-8 فاينل ورا بعض في دوري ابطال افريقيا. السوبر المصري والسوبر الافريقي. الاهلي هو اللي ضيف دائم. الاهلي والزمالك النهارده الحدث الشعبي الابرز في موسم الرياض. القوة الناعمة المصرية هتظل قوية وعافية شاء من شاء وابى من ابى. لكن لا يصح مثل هذه البرامج ان تفضل باستمرار موجهة للاساءة للكرة المصرية والحط من قيمة الدوري المصري والتقليل من شأن النادي الأهلي. عايز تعرف مين وراه؟ هتلاقيه بيرد علينا من هناك. فليرد من يرد وليبقى الأهلي. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي دوما إن شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين.